السلام عليكم طلاب، اليوم عندي المحاضرة الثانية لتكملة الدرس السابق اللي تعلمنا به كيفية العد الأعداد بالأحاد والعشرات والمئات. الموضوع مالتي هو الأعداد من العدد 100 إلى العدد 999. انتبه علي، العدد من 100 إلى 999. احنا نعرف أن العدد 100 يجي وراء 101 102 103 إلى آخره. فكرة الدرس راح نتعرف بها على الأعداد. طلاب، هنا أنا عندي هذا الجدول اللي قدامك اللي هو جدول القيمة المكانية. شنو معنى جدول القيمة المكانية؟ إنه راح نكتب العدد مثل ما هو، يعني الأحاد تنكتب حسب الأعداد اللي عندي. انتبه وياي، الأحاد ينكتب هنا، نجي نحسب هنا كم وحدة عندنا مربعة صغيرة؟ 1 2 3 4 5، خمس وحدات صغيرة. كتبنا الأحاد لأن احنا تعلمنا من الصف الأول إنه الأحاد ينكتب عدد وحدة بدون أي صفر وياه وبدون أي رقم ثاني. الحق العشرات، لاحظ إنه بالقيمة المكانية ما راح تكتب وياه صفر. ليش؟ لأن هو محدد لك المرتبة مالتك أي المنزلة، مجرد تكتب عدد. ده تباوع إنه هذا العدد عدد القيمة مالته هو 2، يعني شنو؟ 20، اللي شبهته لك مثل المسطرة بعشر وحدات. عشر وحدات حتكون 10 20 10 20. المربع بفقرة المئات، انه تعرفنا بالدرس السابق انه كل مربع هو عبارة عن 100. نيجي نحسب 1 2 3، اي 300 300. شوف، كتبت الأعداد بدون أي صفارة، مجرد إذا نطيتك جدول القيمة المكانية مجرد تحسب وتنزل العدد مثل ما هو. هنا راح نيجي نتعلم شلون نقرأ العدد، بس بعدين ورا ما نعرف، بس إحنا راح نقرأ العدد بصورة طبيعية. 300 تبدي من المئات، 300 بعدين نروح أحاد، يلا عشرات، 325. لاحظ أني بديت مئات أحاد عشرات. هسه بعدين بالمحاضرة الثانية راح أعلمك شلون تقرأ العدد. فقرة أتأكد، املأ الجدول القيمة المكانية ثم أكتب العدد الذي يمثله النموذج. النموذج، انتبه، مثل فقرة أتعلم، أول فقرة هو حالة. فقرة أول جدول عندي أحاد، كم مربع عندي؟ 1، هو حالها. العشرات نحسب 10 20 10 20، بس احنا كتبنا 2، انت تقدر تحسب 1 2، بس من تريد تعرف انه هذا العدد ايش قد، هو عبارة عن 20. المئات نحسب 1 2 3 4، اذا هي 400. فقرة رقم 2 نحلها انا وياك. انتبه، اول حقل بالاحاد ايش قد عندي؟ كم مربع صغير؟ احسنت، حتقولي 6 1، كتبنا 1. العشرات فارغة، ما بيها شيء. من تشوف العدد فارغ ما بي أي عدد، معناه صفر، معناه صفر. المئات نحسب 1 2 3، تكتب رقم 3 1، ينكتب العدد 3 1، إذن ينقر الرقم 300. بعد لفاضت كلمة مئات، 301. نجي نفس العدد اللي انت كتبته، اكتب العدد، اكتبه نفسه، 301 301. فقرة احل، نفس الطريقة بالضبط، ما بها اي تغيير، مجرد تحسب الاعداد وتخليه جوا كل اسم احاد، تخلي جوا العدد وعشرات، وكذلك املأ جدول القيمة المكانية. احاد نجي نحسب 1 2 3 4، شوف كتبت بس 4. العشرات نحسب 1 2 3 4، بس إذا راح أسألك، راح أسأل الأربعة معناها شنو قيمتها المكانية؟ حتقول 640، اللي هي 40 10، بس بالجدول ما للقيمة، بدون صفارة، مجرد عدد. المئات 1 2 3 4، 400. انتبه، 444. يقول لك اكتب العدد، مجرد كتابة عدد عادي، راح تكتبه 444.
هنا راح يكون هذا واجب عليك، انت شلون تحلها بنفس الطريقه، مجرد تنزل العدد بالاحاد وايضا العدد بالعشرات والمئات. فقره افكر اكتشف الخطا. تقول جمانه طالبه جدكم حلت سؤال امها او ابوها، خلينا نشوف شلون حلته. تقول جمانه ان العدد الذي يمثله النموذج المجاور هو 502. اكتشف الخطأ. جمانة هتقول لاحظ هنا، لاحظ وياي هنا، احنا نعرف انه اول فقرة عندي هي شنو؟ احاد، صح لو مو صح؟ اول فقرة عندي احاد، الاحاد ما موجودة. خلي نعتبر هذا جدول القيمة المكانية، خلي اسوي لكم هنا، خلي نعتبر هذا جدول القيمة المكانية. اول فقرة عندي احاد، عشرات، مئات، وهذا الرسم اللي عندنا. الأحاد عندك وحدات صغار؟ راح تقول لي ست. لا، إذا صفر. إحنا قلنا أي وحدة ما بها عدد هي صفر. العشرات خلينا نشوف، واحد، اثنان، هاي الاثنان. المئات نحسب، واحد، اثنان، ثلاث، أربع، خمس، خمسة. إذا العدد مات اللي راح ينكتب هو 520. 520. اذا الحل مال جمانه هو شنو؟ خطا. العدد مال جمانه هو خطا. ليش؟ لان هي عوضت الصفر بمكان العشرات، والعشرات هي اصلا موجوده. هسه راح نجي انا وياك نتعرف على القيمه المكانيه. عرفنا القيمه المكانيه الجدول مالتها انه ينكتب العدد بدون اصفار، ينكتب العدد بدون اصفار. هنا حالها لك مجرد انه دي يعرفك القيمه المكانيه مال كل عدد. راح تسالني الست هاي ليش هنا أنا كاتب 40 وهنا هنا ليش كاتب 400 ويا الاصفار؟ انت مو قلتي بدون اصفار؟ صح، هو بدون اصفار، بس احنا راح نجي نتعلم هنا شلون نحلل العدد، اي شلون راح نوحد كل واحد على حده، او نقول بالاحرى شلون نفسخ العدد، نعرف انه هذا منه صديقه، هذا منه وياه. هنا دا يعلمك انه الاحاد هي 4 ما لها اي صديق، العشرات هي 4 1 2 3 4، بس هي عبارة عن شنو؟ 40، يعني العشرة نعوض مكانها صفر. هنا المئات هي 400، عوضنا مع مكان الكلمة مئات صفرين، صارت 400. 400. الصورة التحليلية طلاب هي عبارة عن تجزئة العدد، يعني نطلع كل عدد حسب قيمته ويا أصدقائه، أي ويا الأصفار مالته. هنا 444. الصورة التحليلية، ركز وياي، الصورة التحليلية هي تجزئة العدد، نجي نجزئ العدد كل واحد حسب قيمته الحقيقية. الأحاد شوفوها ما إلها صديق، 4، بس مكا ورا كل رقم نخلي إشارة الجمع، ورا كل عدد من الأعداد نضع إشارة الجمع. 4 أحاد زائد هاي المرتبة شنو؟ 6 عشرات وياها صديق صفر، صارت 40. زائد المئات نزل، حنطيك خطوة ثانية سهلة، هاي 440. احسب كل رقم حسب قيمته اللي قدامه. 4 6 هي أحاد وحدها، هاي العشرات نزل الأربعة، بس خلي إصبعك جواها، كم رقم قدامها؟ ست، حتقول لي 1، ايضا اعوض مكانه بصفر. زائد وصلنا للأربعة اللي بالمئات، خلي اصبعك ايضا جوا العدد، كم عدد قدامه؟ حتقول 6 2، اذا 400. 400. ناخذ فقرة اتاكد. فقرة اتاكد اكتب العدد بالصورة التحليلية. اول فقرة هو حالها 9 أحاد زائد 1 اللي هو 10 زائد 6 هي مرتبة المئات، 600. نحل أنا وياك هاي العدد، 150. 150. الأحاد إيش قد؟ صفر، ينكتب صفر، ما تغير أي شيء بي. 6 هنا أنا راح أسوي نفس الطريقة مالتك، أنزل الخمسة، أنا أعرف إنه مرتبة العشرات هي 50، نزل الخمسة، كم مرتبة قدامها؟ أحسنت، مرتبة، إذا تكون 50. زائد شنو عندي؟ 1، أنزل الواحد، كم عدد قدامه؟ 2، صفر، صفر، أي صفرين، صار العدد 100. العدد 100.
الفقرة رقم 3 السؤال مالتها يقول اكتب القيمة المكانية للرقم الذي يقع في مرتبة العشرات. مرتبة العشرات راح تكون أول منزلة لو ثاني منزلة أو ثالثة، أحسنت، ست مرتبة العشرات تكون المرتبة الثانية، يعني ورا الأحاد، أحاد عشرات، إيش قد عندي الرقم؟ 10. هنا العدد مالتي وين العشرات؟ أحاد عشرات مئات، 6 اللي بالوسط، أحسنت، 0، يبقى الصفر مثل ما هو بدون أي تغيير. فقرة أتحدث، ما الاختلاف بين العددين 374 347؟ أبين كيف عرفت ذلك. طلاب، من تجيك اختلاف بين عددين راح نبدي من نقارن أول خطوة، تحسب عدد الأعداد. إذا مساويات 3 ب3 أو 4 ب4 حسب صيغة السؤال، تقارن من أعلى مرتبة. شوف، تحسب 1 2 3، 1 2 3 مساويات. راح نقارن أنا وياك من أعلى مرتبة. منو أعلى مرتبة بهاي الأعداد؟ اللي هي المئات. يعني راح نقارن، حتقول 6 3 و3 مشابهة، اثنيناتهم الأعداد مشابهات. راح نشوف مرتبة العشرات 4 7، 4 7، إذن 6 هنا أكو اختلاف. ومنزلة الأحاد 7 4، إذن الاختلاف هنا عندي وين؟ الاختلاف راح يكون بمنزلة الأحاد وبمنزلة العشرات. أول رقم الاختلاف مالته وين يكون؟ بالأحاد، لأن هنا 4 وهنا 7، والمنزلة الثانية اللي راح يكون بها الاختلاف هي العشرات، اللي يكون المرتبة الثانية 7 ب4. المئات مساوية ما بها أي اختلاف. فقرة أحل، أكتب العدد بالصورة التحليلية، يعني نجزئ العدد، يعني نطلع العدد على حقيقته ويا الأصفار، مثل ما تعلمنا قبل شوية. أحد، 6 الأحاد وحدها تنكتب، ماكو أي شيء وياها. العشرات، من منزلة العشرات؟ 7، اللي هي عبارة عن 70، إذا أنت حافظها مباشرة تقول 70، أو نزل 7 وشوف كم عدد قدامها، كم عدد قدامها. المئات، 9، خلي أشوف كم مرتبة قدامها، 1 2، عوض عنها بصفرين، أي 900. فقرة رقم 6، 187، الأحاد شقد؟ 7، العشرات 80، المئات 100. انتبه بالصورة التحليلية دا نخلي الاصفار ويا العدد، لكن جدول القيمة المكانية نكتب العدد وحده. فقرة رقم 7 و8 راح تكون واجب بيتي عليك. اكتب العدد، هاي راح تكون 7 و8 واجب بيتي عليك. هنا اكتب القيمة المكانية للرقم الذي يقع في مرتبة المئات. راح ارجع واقول لك مرتبة المئات وين تكون؟ حتقول 6 راح تكون ثالث مرتبة، اللي هي راح تكون أعلى مرتبة. أحاد، عشرات، مئات، أحاد، عشرات، مئات. إذن العدد مال القيمة المكانية في مرتبة المئات منو؟ 4 4، إذن راح تكون 400. هاي القيمة المكانية مال العدد، حددنا القيمة المكانية مال. فقرة رقم 10، نشوف منزلة المئات وين؟ أحاد، عشرات، مئات، اللي هي رقم 8، عدد 8 ينكتب 800، 800، نزل 8 وشوف كم عدد قدامها، 2 عوض مكانها بصفرين. آخر موضوع رقم 11 و12 راح يكون واجب بيتي عليك. مسألة مفتوحة، اكتب عددا مرتبته المئات في 8، أي عدد اختار؟ أي عدد اختار؟ إلك حرية الاختيار، بس الثمانية راح تكون إنه أنت لازم الثمانية تكون بالمئات. خلي أي عدد، خلي 854، أو تكتب له 800، أو أي عدد أنت لبالك خليه بجد بقيمة المئات فقط، والأعداد أحاد وعشرات إلك حرية الاختيار إنه أنت تختارها. وإن شاء الله يكون شرح وافي لكم، وشكرا جزيلا.